بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وبنرحب بواحد من أهم المواهب اللي موجودة في الملاعب المصرية، عبد الرحمن مجدي. يا عبد، منور الدنيا كلها. حبيبي يا كابتن إبراهيم، ما تحرمش منك. الحمد لله، والله كله تمام. الحمد لله، كله زي أنت واحد من اللعيبة اللي أنا بحبها جدا حبيبي على المستوى الشخصي، وبشوف إن أنت ما طلعتش ربع اللي عندك، يعني أنت عندك أكتر من اللي أنت قدمته، اضرب في خمس ست أضعاف. والله الحمد لله يا كابتن عمر. من الاول بس انا مبسوط طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. من الاول طبعا مبسوط ان انا معاك، دي اول حاجه، عشان انا المستوى الشخصي انا بحبك جدا ربنا والله. ربنا يعزك يا حبيب قلبي. وتاني حاجه طبعا بعزي اسره الكابتن ايهاب، عشان الكابتن ايهاب ده كان اكتر من اب يعني لنا كلنا. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويجعله من اهل الجنه كده ان شاء الله. اللهم امين يا رب. وده هيخليني بقى ابتدي كلامي معاك، انت استقبلت ازاي الخبر ده؟ طبعا والله انا يعني انا كنت اصلا في المطار مع الفرقه، كنت لسه رايح مع بيراميدز، وكنا في المطار. الكابتن هاني لقيته جاي يقول لي الكابتن ايهاب توفى، الكابتن هاني سعيد. فانا اول ما قال لي انا اصلا ببص له، انا والله ما مصدق فعلا. يعني فعلا مش مصدق، عشان الكابتن ايهاب يعني كان معرفتي بيه يعني اكتر قبل السنه اللي فاتت سنه كامله، كنا قريبين جدا انا وهو من بعض، وانا كنت كابتن الفرقه وهو كان على طول بيتكلم معايا وبنقعد مع بعض كتير. فالراجل ده فعلا يعني اتظلم في حاجات كتيره جدا، فربنا يرحمه. واكيد زعلت يعني، زعلت جدا يعني، ما كنتش مصدق والله ان هو مات فعلا. فربنا يرحمه كده ويصبر اهله ان شاء الله. اللهم امين يا رب. هل بالفعل الكلام اللي احنا سمعناه عبد، ان كابتن ايهاب اتعرض لضغوط كتيره والمشاكل كتيره والاتهامات كتيره قبل ما يتوفى، ده حقيقي فعلا؟ طبعا هو الكابتن ايهاب كان على طول بيتكلم معايا ان هو من ساعه سفريه، من ساعه ما موضوع المنتخب ده حصل يعني. ما هو ما كانش بيتكلم كتير في الموضوع ده يعني، هو كابتن محترم جدا الله يرحمه، وكان ما كانش بيتكلم كتير في الحاجات دي، بيحب بس هو عشان انا كنت قريب منه شويه كان بيتكلم معايا يعني وكده. هو فعلا كان مضغوط جدا بسبب الموضوع ده، الموضوع ده ضايقه جدا. كان حاسس في نفسيته يعني جاي. جه مره الكابتن واحنا راجعين من الطياره، افتكر انا كنا راجعين لقيته معاه شنطه علاج كبيره جدا، فبقول له يا كابتن ايه اللي حضرتك ماشي بيه ده يعني وكده. فقال لي يا ابني انا مضغوط جدا وكده، وانا في حاجات كتيره يعني ضغطاني من ناحيه الجمهور هنا، حتى الجمهور برده يعني اخر فتره ضغطوا جامد، الفتره اللي هي السنه اللي فاتت بتاعه الدوري دي. وهو كان متضايق ان الراجل قعد، وهم ما كانواش يعرفوا الكلام ده، قعد 7 سنين او 7 شهور او 6 شهور ما يقبضش، ما كانش بياخد قبضه. وقالوا عليه حاجات قد كده، وهو ما كانش بيرد يعني، الكابتن كان عمره ما بيطلع يرد. حتى انا قلت له بعد موضوع المنتخب ده، دي عادته بصراحه من ساعه لما عرفناه وهو ما بيرد، ما طلعش يرد على اي حد يعني. انا قلت له حتى كابتن موضوع المنتخب ده يعني حضرتك لما رجعت مثلا ما اتكلمتش ليه ما طلعتش؟ قال لي لا، ما اصل كده كده في الاخر رزق هاخده، فهاخده هنا هاخده وربنا هيجيب لي حقي في الاخر. فالله يرحمه يعني، كان محترم جدا وكان مؤدب يعني، ما بيحبش يتكلم في الحاجات دي كتير. وهو اتظلم وربنا جاب له حقه في ان هو لما ربنا افتكره في الاخر يعني. الناس بص، شفت اهلي وزمالك وكل مصر يعني كلها. كل الناس حزنت عليه. بص اللقطه دي اللي انا لسه اللقطه دي عليها. كنت واحنا تحت الهواء قبل ما نطلع على الهواء كنت بتحكي لي ان دي ليها كواليس محدش يعرفها. الماتش ده كان ماتش الداخليه، وكنا مضغوطين جدا الماتش ده، وكنا لازم نكسب حته الجوله. ايه الجمال ده يا عبد؟ الحمد لله. بقول لك انت لسه عندك اكتر بكتير والله، ان شاء الله ان شاء الله يعني. اتس نيفر تو ليت زي ما بيقولوا الاجانب. ان شاء الله. هي الدقيقه كانت الدقيقه 94 وانا ضيعت انفراد في الدقيقه 74 او 75، ضيعت انفراد بالجون يعني. فالجمهور اللي كان موجود ناحيه اليمين كان عمال يشتمني وكده، يشتمني بوالدي ووالدتي فهو انا دهلي الدقيقه 90 بالظبط، قال لي مالكش دعوه بحد، ما تسمعش لحد، ركز ومش عايزك تبص لحد دلوقتي، وان شاء الله ربنا يكرمك بجون. بس وربنا كرمني، خدت الكوره كده وجبت الجون ده، وعشان كده جريت عليه على طول. اول ما جبت الجون رحت جري عليه على طول. شومة في الجول. يعني الحمد لله هي لبست بقى، الحمد لله. العلاقه بينك وبينه كانت مختلفه؟ لا، بالذات السنه اللي فاتت ان انا كابتن فرقه كمان، وهو كان مأمني على حاجات كتيره وكان بيتكلم معايا في حاجات كتيره، وهو قال لي يعني اخر 4 5 ماتشات قال لي احنا هنقعد الفرقه دي انا وانت وهنمشي اول السنه، عشان احنا استحملنا حاجات كتير كده السنه دي كتير. الناس هناك برضو، الناس في اسماعيليه مش مستوعبه فكره ان انت كفرقه السنه اللي فاتت ما كنتش اجمد حاجه كلعيبه. الناس هناك بتحب النادي جدا على فكره، الجمهور هناك يعني بيحبوا النادي جدا، وعندهم الاسماعيلي ده حاجه كبيره جدا. وانا والله يعني ربنا يعلم
اللي في قلبي ليهم بعيد. هم بيقولوا عليا حاجه ما بيقولوش عليا حاجه، انا ما بيفرقش معايا. انا انا الناس دي بحبها، الناس دي وقفت معايا في مواقف قد كده، والناس دي بتحب بيحبوا النادي بجد. أيوة. مش مستنيين حاجه من حد عشان، فهم فعلا بيحبوا النادي. فهو قال لي الفتره الاخيره كابتن يعني قالوا عليه ان هو مثلا مش شايف شغله صح، ما بيجيش التمرين، الحاجات دي كانت بتضايقه. ان هو قعد 6-7 شهور ما بيقبضش، ما كانش بياخد، كان بيجي يقول لي يا ابني انا ما بقبضش، انا بشتغل كده حبا في النادي يعني، سايب قبضي وكده عشان عارف ظروف النادي والكلام ده. مين يعمل كده دلوقتي؟ مفيش حد. النهارده لو في مدرب ما بيقبضش شهر ولا ومش بس كده، ده بيعمل كده ومش بيطلع يتكلم بالبلدي كده يجب على النادي ويقول لك اصل انا عملت وانا وديت. لا بالعكس والله، بالعكس حصل مواقف قدامي، محدش يعرف الكلام ده. والله حصل مواقف قدامي كتيره جدا. انا مش عايز اقولها عشان هو يعني ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله عشان اهله كده، بس فعلا مواقف كويسه ليه جدا. كان بيجي يديني حاجات للعيبه، اجيب لهم جزم من ورا من غير ما حد يعرف. يعني كان بيساعدني في حاجات كتيره جدا، وانا بلم فلوس للناس الصغيره في النادي، وانا بلم العمال، وانا اي حاجه. لا الكابتن ايهاب اول واحد فيها يجي يبني، يقول لي يا ابني ما تروحش لحد، تعالى خد الباقي مني وما مالكش دعوه باي حاجه. فلا هو يعني ربنا يرحمه كده يا رب ويصبر. اللهم امين يا رب. زعلت من بعض الجماهير اللي هجمتك لما نزلت ستوري بعد وفاه كابتن ايهاب جلال وانت مع بيراميدز؟ والله بص يا هيما، انا ما زعلتش، بس انا زعلت من نفسي في الموقف ساعتها. بس انا والله العظيم ما قصدي اي حاجه، ولا حتى الجون انت عملتها بعفويه. بعفويه، وحتى الاحتفال اللي هم قالوا ان انا بحتفل، والله ما كنتش بحتفل. الجمهور من اول الماتش عمال يقولوا لنا يعني ان احنا بناخد فلوس او حاجه زي كده، ما اعرفش كانوا بيعملوا لنا حاجه. فالفيرو بتاعنا بيحتفل، فانا عملت معاه كده نفس الحركه، وكان بعدها بخمس ست ايام يعني. كان بعدها بفتره. وغير كده يعني ربنا يعلم انا بحب الراجل ده ازاي، وربنا يعلم انا زعلت عليه ازاي. فما حدش يحسسني ان انا مش ان انا كنت يعني، اصلا ما فيش حد هيشمت في وحد انت بتحبه جدا، وحد بعد ربنا ليه فرض وفضل عليك كبير وكده. فلا والله انا بس زعلت من الناس في حته اللي قالوا ان انا ما جيتش العزم. معلش اوضحها دي. اتفضل. انا كان عندنا معسكر اللي هو كان بره مصر، وكنا راجعين. احنا رجعنا بالظبط الطياره كانت واصله الساعه 8، عشان احمد سامي زميلي في الفريق راح العزا ده وكده، وهم الناس ربطتني بيه. انا والله ما اعرف ان اليوم ده فيه عزاء. انا خلاص افتكرت ان اصل الدفنه والموته كانت قبلها باسبوع. فانا ما قلتش ان في عزاء، انا رايح البيت بتاعي الساعه 9، شفت عيالي وقعدت معاهم شويه، نايم الساعه 10 الصبح، صاحي العشاء ولا بعد العشاء. فقايم اصلا ما اعرفش ان في اي حاجه. قمت اتفاجئت ان في عزاء وكده، وكان في اسماعيليه. فانا والله ما اعرف. فاكيد مش مقصوده مني، وربنا يعلم كانت علاقتي ايه بالكابتن ايهاب. طب ليه دايما بحس عبد الرحمن ان في حساسيه ما بينك وبين بعض جمهور الاسماعيلي؟ يعني في دايما تحس الدنيا ملتهبه كده؟ والله ما اعرف يعني، مش سلسه مع انك انت كابتن فرقه، واحد من اهم نجوم الفريق. والله ما اعرف، انا يمكن عشان اسمي على طول مطروح في حته ان انا ماشي قاعد. بقالي 4-5 سنين عمال ماشي، ويجي لي عروض وما امشيش. فمش عارف والله، انا اللي في قلبي من ناحيتهم والله عمري ما كرهتهم، وبحبهم جدا، وربنا يعلم بحبهم عشان فعلا عارف ان الناس دي بتحب النادي بجد. واعرف ناس منهم كتيره جدا قريبه مني، وزي ما بيقولوا اي حد بيجي يحاول بس يتكلم عليهم مثلا كلمه وحشه او كده قدامي، لا انا بقول الناس دي انا ما شفتش منها حاجه وحشه. واللي بيجي في الملعب مثلا يعني، كان بيحصل لي مواقف كتيره في الملعب، بييجوا يهاجموني في الملعب، يشتموني. انا ما بقولش ان ده مش الجمهور، بس فعلا ما فيش حد بيحب النادي هيشتم لعيب في النادي. انت على الاقل اقف معايا للدقيقه 90، ولما الماتش يخلص ابقى اشتم براحتك. وبرضه ده مش من حقك يعني. صحيح. انت ما انا في الاخر انا معاك جدا. انا لعيب كوره، انا موظف في النادي اللي انا موجود فيه. انا مش شغال عندك يعني، في الاخر انا مش شغال عند حد. انا اعمل لك اللي اموت نفسي ان الفرقه تكسب والكلام ده، بس على قد اللي موجود في النادي بس. فانا ما بزعلش منهم، وربنا يعلم انا بتمنى لهم ايه، وبتمنى للنادي ايه الفتره الجايه. ربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله، وربنا وتبقى سنه خير عليهم يعني ان شاء الله. عايز اقف قدام كلمه على قد اللي موجود في النادي، افهم منها ان مشكله الاسماعيلي وكانت مشكلتكم هي الجزئيه الماديه؟ والله بص يا هيما، هي دي مشكله يعني. هي دلوقتي الكره يعني مش هقول لك فلوس بس انت في انديه كبيره. لو هنتكلم على الدوري المصري، في 7-8 انديه السنه دي يعني على مدار 5-6 سنين فاتوا بيصرفوا. عندك اهلي وزمالك وبيراميدز وسيراميكا والبنك، فيهم فلوس يعني، وفيهم لعيبه جامده جدا. فانت عشان تنافسهم، عشان تفضل في نفس الليفل بتاعهم، على الاقل تبقى متساوى معاهم. انت كاسم نادي انت اكبر من اي، انت اسم النادي الاسماعيلي اسمه كبير جدا في مصر. الكره اهلي زمالك وكان اسماعيلي. فانت دلوقتي الفلوس دي حاجه واحده يعني، الفلوس دي حاجه واحده من ضمن الحاجات. في مشاكل كتيره جدا في النادي، واكيد جمهور الاسماعيلي يعني يعرفها اكتر مني. زي ايه؟
يعني ايه غير الحته الماديه؟ يعني اللي مصدر الينا طول الوقت ان الاسماعيلي مشكلته ماديه. ماديه دي مشكله، موضوع الكيد ده مشكله تانية على طول. ما هي دي سببها برضه، ما دي ما ده حاجه ماديه. ده بيعمل مشكله ان انت ما بتعرفش تجيب لعيبه على طول، بتلعب بالناشئين اللي عندك، والسنه دي احنا عانينا من الموضوع ده كتير جدا. ولسه السنه الجايه دي ما حدش عارف الكيد واقف برضه، وما حدش عارف هيتسد ولا لا. مشاكل برضه الادارات عندنا ما بتقعدش كتير، الإدارة عندنا بتوع ممكن. طب انت اشتغلت مع يعني تقعد سنة سنتين وتمشي، مفيش إدارة مستقرة. الأجهزة الفنية على طول بتتغير. يعني احنا بقالنا مثلا 7-8 سنين، أول سنة النادي الإسماعيلي جهاز يقعد سنة كاملة، كابتن إيهاب الله يرحمه قعد سنة كاملة. بس ففي مشاكل كتيرة في النادي الناس عارفاها يعني. بمناسبة الإدارة وبمناسبة الأجهزة الفنية، سؤال من شقين. الشق الأول، أحسن إدارة أنت تعاملت معاها؟ يعني أنت شفت إن الإدارة دي فعلا بتحاول تعمل حاجه وبتصلح مشاكل كتيره موجوده، وهل انت من مؤيد ان كابتن حمد هو اللي يكمل ولا يجي جهاز تاني، جهاز فني تاني يدير الاسماعيلي؟ والله يا هيما، انا في حته الاداره انا في الاخر لعيب كوره يعني، بتعامل معاهم واعرفهم كويس، بس انا يعني على طول بحب اركز في الملعب، ما بقاش مركز مع الاداره والكلام ده. يمكن حصلت لي مشاكل قبل كده بس ما كانتش بسببي، كانت بسبب الناس اللي موجوده. فانا شايف الناس اللي موجوده دلوقتي يعني كتر الف خيرهم يعني، لا يعني عدى عليهم مشاكل كتيره جدا، جم لقوا فلوس على النادي كتيره جدا، ووقف قيد، ولاعيبه ليها مستحقات قد كده، والسنه اللي فاتت اللعيبه كانت اللي موجوده برضو ليها فلوس. فالناس اللي موجوده دي انا شايفهم يعني ناس كويسه، مش على قد ما بيقدروا عايزين يساعدوا وعايزين يعملوا حاجه للنادي. ربنا يوفقهم ان شاء الله ويكرمهم يعني في اللي جاي. بتشوف مين اللي يكمل بالاسماعيلي السنه الجايه، كابتن حمد وبقيه الجهاز بتاع كابتن ايهاب، ولا يبقى في جهاز فني تاني؟ والله انا اتعاملت مع الناس دي يعني، جهاز الكابتن ايهاب، الكابتن حمد، وكابتن ميدو، وكابتن مصطفى، الناس دي محترمه جدا وما قصروش في حاجه يعني. انا شايف ان انت سنه في اضعف ما يمكن، لا قدر الله كنا بننافس على الهبوط تحت، وهم وقفوا جنب النادي وما كانوش بيقبضوا، ولحد اخر لحظه كانوا موجودين في النادي والكلام ده. ليه ما ندهمش فرصه وليه ما يكملوش؟ قال لك ايه كابتن ايهاب جلال هنا؟ يعني هو هنا الله يرحمه يا رب واجعله في الفردوس الاعلى وفي الجنه ونعيمها يا رب، ميل على ودنك وقال لك حاجه؟ هو تحس ان الكابتن ايهاب في حاجه مع ربنا يعني. هو قال لي انت هتجيب جون، هو جالي قال لي مالكش دعوه بحد من اللي بيشتمك كده والله، لوحده في الدقيقه 90 ولا 91، ما تبصيش لحد، قال لي ما تبصيش لحد، خد الكوره وما تبصيش لحد. قال لك ايه بقى بعد ما جبت؟ فانا اول ما قال لي ما تبصيش لحد قلت هشوط حتى لو من نص الملعب. فيلا بقى، فاستلمتها وعديت وشوط. فجريت عليه بقى، قال لي مش قلت لك مالكش دعوه، ركز في مستقبل. قعد بقى يقول لي كده ما تسمعش لحد من هنا وكده. بس هو كان بيتجنن الكابتن الله يرحمه من الناس اللي تيجي الملعب وتهاجم اللعيبه يعني. يعني يقول لنا كده على طول، يشتمونا انا وما يشتمكوش انتوا ذنبكم ايه؟ مشاكل في النادي وانتوا هتعملوا ايه؟ مش هتغيروا الدنيا في يوم وليله. وهو كان على طول يعني الكابتن كان جريء، على طول عايزنا نهاجم، على طول عايزنا نروح على الجون، على طول عايزنا نكسب 1-2. الكابتن يعني كان عايز يعمل حاجه كبيره. وبرده يعني انا مش هقول عتاب على قد ما هو انا زعلت، واحد من الناس من اللعيبه يعني زعلت ان احنا ما نفذناش اللي هو كان عايزه، كان نفسه يعني ان احنا ننافس على بطوله، نلعب بطوله افريقيا السنه اللي بعدها وننافس على الدوري، يعني نلعب على الدوري او نلعب على مركز رابع او ثالث. فالحمد لله يعني قدرنا ننفذ يعني ممكن 10% من اللي هو قاله لنا والله، والتعب اللي هو تعبه معانا يعني. قبل ما اطلع لفاصل، عبد بتحس ان انت هديت شويه؟ طبعا يعني انا عندي سيليا وسيله دلوقتي ما شاء الله. من حته بره الملعب الحمد لله، انا متجوز اهو بقى لي بتاع 6-7 سنين، ربنا يخلي لي مراتي يعني، واهلي طبعا، والدتي ووالدي واخواتي اللي هم الخير والبركه طبعا. طبعا يعني خلاص انت ما بعد ما ربنا يكرمك ويرزقك بنت واحده طبعا. لا انا عندي بنتين، انا عايش ليهم دلوقتي، وعايز يعني عايز ربنا يكرمني كده واعمل لهم احسن حاجه. وان شاء الله الفتره الجايه كده الواحد يركز في الملعب بس، والواحد كمان في نادي كبير دلوقتي بينافس برضه على كل حاجه، يركز مع اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه كلها. انت ما شاء الله الانديه اللي لعبت لها كلها انديه كبيره طبعا، يعني الترسانه، الاسماعيلي، بيراميدز. انا ما لفتش يعني لفه يعني، قعدت في الترسانه كلها يعني كل هم ثلاث انديه بس، ثلاث انديه كلهم كبار صح يعني صح. فربنا يكرمني ان شاء الله مع اللعيبه اللي موجوده. فاكر يعني اللقطه بتاعت المشاده بينك وبين حامل الكرات اللي كان شايل الكور في ماتش الاهلي؟ والله برضو الناس بتاخد، هي الناس في مصر مشكلتها ان انت واخد مثلا فكره عن الكابتن ابراهيم ان هو عصبي فهيعمل اي حاجه فاخدها. والله انا الولد ده يعني قبل الماتش اصلا متصور معاه وجايب له تيشيرت
وهو في الكرة دي يلا اللي هو اللي هو احنا في الكرة ايه انجزني اديني الكرة عشان العب مش أي. مش قصدي اتعصب عليه خالص ولا قصدي ده انا حتى الناس القريبه مني عارفه ان انا يعني الحمد لله كويس مع الناس كلها وبعامل الصغير قبل الكبير فالحمد لله يعني الواحد في الحاجات دي ما بيحبش تنشنت يعني ملعب بس مش اكتر من كده لو اللقطه دي بعد بقى اروح ابوس على دماغه والله لو اللقطه دي دلوقتي مش هتتعصب نفس العصبيه لا دي خلاص والله خلاص يعني. الخبرات والسن والتجارب طبعا بتخليك اهدى طبعا الواحد دلوقتي 27 سنه وبقاله بتاع 8 9 سنين بيلعب في الدوري الممتاز فاكيد يعني الواحد بيتعلم كل يوم بيتعلم حاجه جديده ربنا يكرمك يا حبيبي نطلع لفاصل ونكمل كلامنا مع نجمنا النهارده كابتن عبد الرحمن مجدي خليكم معانا نور الدنيا يا عبد نقول لسيليا كل سنه وهي طيبه عشان ما تعملكش مشاكل طبعا كل سنه وهي طيبه ده لسه والله كنت هنزل لها بوست قبل البرنامج بس انت خليها لا ده احنا نقولها على الهوا اهو كل سنه وهي طيبه يا رب ربنا يخليها لي كده هي وسيليا يا رب واهلي كلهم يا رب اللهم امين ويفرحك بيهم يا رب ان شاء الله انا من وانا صغير بسمع ان عبد الرحمن مجدي هيروح الاهلي او الزمالك وفي الاخر راح بيراميدز ايه القصه والله هي السنه اللي فاتت دي الواحد الحمد لله على قد ما قدر يعني قدر يعمل سنه كويسه الحمد لله انا جبت 8 تجوان السنه اللي فاتت وكان نفسي اجيب اكتر من كده والله وعملت 3 اسيست كان نفسي برضو اعمل اكتر من كده بس الحمد لله يعني كانت سنه خير واهم حاجه النادي قعد يعني السنه اللي فاتت وكانوا بيتكلموا مع الاداره انا كنت بسمع على طول ان انا رايح اهلي او زمالك وفي الاخر رحت بيراميدز لكن مفيش حد اتكلم معاك انت بشكل مباشر من الاهلي او الزمالك انا كنت على طول والله يعني احتراما للنادي اللي انا فيه كنت على طول كلمه الناس يعني في ناس كلمتني طبعا بس كنت على طول بخليهم يكلموا الاداره يعني ايوه بس انا في الاخر انا اخترت بيراميدز يعني كانت رغبه مني اكتر شويه عشان النادي هناك نادي كبير جدا نادي مستقر نادي عايزين يعملوا حاجه اللعيبه كمان اللي موجوده كلها يعني لعيبه رجاله جدا وكمان انا برضو بشكرهم ان هم دخلوني في الفرقه على طول واكتريتهم يعني 3 4 لعيبه هناك ولا 5 لعيبه قريبين مني من بدري فطبعا النادي هناك نادي يعني كنت عايز اطلع يعني استريح شويه من الضغط الجماهيري بقالي 6-7 سنين في ضغط جماهيري وكده فالحمد لله يعني اديني طلعت برضو نادي كبير وربنا يكرمني ان شاء الله السنه دي معاهم ونقدر نحقق حاجه كبيره ان شاء الله ما قلقتش عبد الرحمن من فكره ان المركز بتاعك فيه لعيبه كبيره مصطفى فتحي وفي نجوم باسامي كبيره ما قلقتش ان انت ما تقدرش تلعب بشكل اساسي ما تقدرش تضمن مكان ليك لا والله هي مش اصل احنا في الاخر رهيم احنا بنلعب كوره يعني ما انا هركز ومصطفى مصطفى لعيب كبير جدا واي حد تاني في الفرقه هي الفرقه كلها بس ما شاء الله يعني الونجات بالذات اللي كمان اللي هناك كلهم لعيبه كبيره يعني فلا مصطفى لعيب كبير وهو هيركز وانا هركز وان شاء الله نعمل حاجه للفرقه يعني وبعدين انا يعني انا بلعب في كذا مكان ممكن ما العبش رايت بس ممكن العب كذا مكان وممكن مصطفى يلعب كذا مكان انت الناحيه الثانيه برضو انت عندك رمضان صبحي وابراهيم عادل انا قصدي كلنا بنخدم الفرقه في الاول والاخر فان شاء الله اتمرن يعني انت الحته اللي قدام بسم الله ما شاء الله بص يعني لا ربنا يكرمهم متروسه ربنا يكرمهم ان شاء الله ويكسروا الدنيا يعني وان شاء الله نعمل حاجه كبيره باذن الله واقدر باذن الله اشارك يعني مع اللعيبه مين اقرب اصحابك جوه الفرقه يعني اسامه قريب مني جدا اسامه جلال رمضان قريب مني الشناوي قريب مني في ناس كتير يعني في بتاع 6-7 قريبين يعني دودو برضو انا بحس اسامه مطرقع خالص لا عسل والله شخصيه نظيفه جدا ومحترم جدا عسل ولاعيب لعيب كبير يعني ودونجا طبعا ده انا نسيته ده يعلقني لو طلعت وقلت دونجا ده اخويا الكبير يعني واكتر حد كان على طول بيسندني وبيدعمني ده اخويا يعني. انت عاشرته قبل كده طبعا كان معايا في الاسماعيلي ودونجا شخصيه محترمه جدا ونظيف جدا وعلى طول بيوجهني يعني وبيتكلم معايا وهو حد محترم جدا يعني المدرب بقى وتعامله معاك اتكلم معاك قال لك ايه اول ما رحت وايه نصايحه ليك وايه توجهاته ليك هو المدرب من اول ماتش يعني بيقول لي يعني اتكلم معايا ان هو عارفني ان هو كان بيقعد سنه كامله بيتفرج عليا وكده ايوه وقال لي احنا يعني احنا فرقه ما بنخليش نظام لعبنا على لعيب واحد او كده ده عكس الاسماعيلي شويه ان احنا عندنا في كل مركز لعيب واثنين وثلاثه ولعيبه جامده كمان فعايزك تخش في وسط الفرقه بسرعه وكده وتتمرن جامد جدا عشان هو الراجل في التمرين بتاعه بصراحه ما بيهزرش يعني تمرين ماتش فبس قال لي ركز مع الفرقه وربنا يكرم يعني ان شاء الله ناس كثيره بتقول ان كروسلاف يورتشيتش مدرب عصبي هل انت فعلا حسيته عصبي
يعني هو ده يمكن ظهر في بعض اللقطات برضو السنه اللي فاتت كده في ماتشات الاهلي. مش عصبي على قد ما هو على طول عايز الفرقه تعمل احسن حاجه. أيوه. يعني على طول الفرقه عايز الفرقه تكسب، على طول عايز الفرقه تعمل شغله اللي هو عايزه، التكتيك بتاعه عشان هو بصراحه بيتعب معانا جدا في التمرين هو والجهاز كله اللي موجود يعني. فهو على طول عايز يتعمل، عايز شغله يتعمل 100% يعني. بس فهو عصبي للشغل يعني، مش حاجه ضدنا يعني. شايف بيراميدز بعد تحقيق اول لقب في تاريخه وفوزه ببطوله كاس مصر، شايف ان السنه اللي جايه الدوري ودوري ابطال افريقيا اللي بيراميدز على مدار السنين اللي فاتت كان بيحاول، وكل سنه عن الثانيه المنافسه من ناحيه بيراميدز بتزيد وبتبقى اشرس، شايف ان السنه الجايه ممكن نلاقي بيراميدز بطل الدوري او بطل دوري ابطال افريقيا؟ طبعا ليه لا، يعني اللعيبه اللي موجوده دي كلها اسمها كبيره جدا وكلهم لعبوا في انديه كبيره جدا، فطبعا ان شاء الله احنا هم خدوا الكاس من قبل ما انا اجي على طول، فدي هتبقى ان شاء الله خطوه يعني، هتبقى حاجه بدايه بس، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا السنه دي وناخد دوري وربنا يكرمنا كمان في بطوله افريقيا نوصل لابعد حاجه. الجزئيه الخاصه بالرحيل لعبد الرحمن، انت اعتقد كان عندك عروض من بره مصر كمان صح كده، من قطر، انا سمعت ان كان عندك حاجه من قطر. كان عرض من قطر وكان عرض من ليبيا. بس انا يعني انا عم قعدت مع النادي كان محتاج فلوس وقلت لهم يعني اكتر حاجه انتوا هتفيد النادي وكده انتوا تشوفوها يعني مصلحتي ومصلحه النادي، فده اللي انا قلته ان مصلحه النادي يعني قبلي كمان في التحرك عشان هم كانوا عايزين فلوس عشان موضوع القيد، وده اللي اتفقته. وبرده دي نقطه انا يعني اتضايقت ساعتها من جمهور الاسماعيلي في حاجه، مش هقول الجمهور على قد ما هقول الناس اللي هم بتوع السوشيال ميديا، وانا والله ما عنديش فيسبوك وما بتابعش، بس طبعا يعني الناس اللي قريبه مني بيقولوا لي وكده ان هم بعد الموسم اللي انا عملته، انا اكتر واحد لعب السنه اللي فاتت، لعبت الماتشات كلها الحمد لله، لعبت الكاس ولعبت حتى الماتشات الوديه اللي هي ما كانش ليها لازمه بس كانت بتفيد النادي بفلوس، اللي هي كانت بره كنت بطلع العبها، مع ان الكابتن ايهاب كان بيقول لي مش عايزك تيجي وكده، وكنت بروح، وهو الله يرحمه شاهد يعني، الجهاز بتاعه كمان موجود وشاهدين على الكلام ده، ان هم طلعوا بعد قبل ماتش الكاس قالوا عليا ان انا خاين، وان انا على فكره كنت قاعد باتفاق مع رئيس النادي هو حي يرزق موجود باشمهندس نصر والكابتن ايهاب، كانوا متفقين معايا ان انا خلاص كانوا بيخلصوا كل حاجه وكنت ماشي، واقول لي عشان ما يحصلش حاجه لا قدر الله تتصاب او كده احنا خلاص يعني ظبطنا كل حاجه في موضوع مشيك، فعملنا كده عشان خاطر النادي عشان الفلوس اللي كانت داخله للنادي وكده. وطلعوا قالوا عليا ان انا وناس من هناك كتبوا عليا حاجات قد كده، وانا ما بقى يعني مش من النوع اللي بحب اطلع ارد ولا اقول، ولا انا كده ربنا عادي بيجيب لي حق في الاخر. فانا بقول لهم ان انا الحمد يعني لله. انت كنت باص اصلا على مصلحه الاسماعيلي كمان؟ والله انا بصيت لمصلحه النادي ان هم فعلا كانوا محتاجين فلوس. احنا وصلنا لمرحله ان ما كانش فيه فلوس في النادي فعلا يعني. انا ممكن اقول حاجات مع الناس ما تصدقهاش، بس مش هقولها عشان خاطر النادي اللي انا كنت فيه. نادي كبير وهو اللي عمل اسمي وبس. فانا بقول لهم والله ما على قد ما قدرت السنه اللي فاتت الحمد لله، ما كنتش عايز اقصر في ماتش واحد، وماتش الكاس ده كان باتفاق في الناس اللي كانت موجوده عارفه الكلام ده، قال لي اقعد عشان انت خلاص مشيت عشان ما يحصلش حاجه لا قدر الله الموضوع يبوظ، عشان كمان ساعتها كان عمر لسه ما مش عارفين هيمشي ولا هيقعد، وموضوع الاهلي كان موضوع الاهلي لسه شغال، وموضوع بيراميدز والزمالك مش عارفين ان هو يمشي ولا لا، كانوا خلصونا انا بس. فده اللي حصل ساعتها وما رضيتش اطلع اقول يعني الكلام ده. بس انا سمعت ان اداره بيراميدز دخلت خلصت الموضوع في اسرع وقت ممكن، مين تواصل معاك من اداره بيراميدز؟ هو اللي كان بيكلمني الكابتن عمرو بسيوني والباشمهندس ممدوح. بشكرهم طبعا، هم يعني من اول يوم كانوا سبورت ليا جدا وقالوا لي احنا عارفين امكانياتك وعايزينك يعني، وقعدوا فتره كبيره يتكلموا مع النادي الاسماعيلي بس قبل ما يخلصوني يعني قبل كده، اما في المره دي هم يعني خلصوني على طول. فبشكرهم طبعا وان شاء الله بقد الثقه دي باذن الله. فرق معاك ان هم انت حاسس ان هم شارينك ومقتنعين بيك وواثقين فيك؟ طبعا هي دي النقطه اصلا كمان يعني، دي برضو من ضمن النقط اللي خلتني فعلا اروح بيراميدز، ان حسيت الناس فعلا عايزيني ودخلوا، وبرضو انا يعني انا مشيت برقم كبير، انا ماشي ب 40 مليون جنيه ولعيب وماشي يعني برضو رقم في مصر 40 مليون جنيه دلوقتي كتير طبعا في لعيب طبعا. فالناس يعني لحد اخر لحظه كانوا موجودين وكانوا عايزين يساعدوا النادي الاسماعيلي والحمد لله يعني ربنا كرمنا ومشينا. واحنا بندردش انا وانت قلت لي ان انت وامام عاشور يعني انتيم، طلعتوا مع بعض في منتخب الشباب، بتشوف امام عاشور عنده احسن من اللي بيقدمه دلوقتي؟ امام بالنسبه لي من احسن لعيبه في مصر ومن احسن 8 في مصر كمان.
هو لعيب كبير وربنا يكرمه في اللي هو فيه، وربنا يكرمه كمان مع المنتخب وكده، ولو ان شاء الله ربنا كرمه الفتره الجايه وركز اكتر في الملعب هيبقى في حته تانية خالص يعني. هو امام، انا زعلت اصلا ان هو رجع من بره، كان نفسي يكمل بره وكان نفسي يفضل على طول يعني بره مصر، ويعني ليه لا يبقى زي صلاح وزي النني وزي الناس دي. الناس دي طلعت وشرفتنا، كان نفسي يعني يبقى موجود. فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، ربنا يكرمه بالخطوه اللي هو فيها ويكسر الدنيا الفتره اللي جايه ان شاء الله. ما اتكلمش معاك تروح الاهلي؟ لا ما كلمنيش والله، بقى لنا فتره انا وهو، هو بقى ملهي في بنته وانا ملهي في عيالي يعني وكده، ما بنتكلمش بقى لنا فتره كبيره يعني. بمناسبه صلاح والنني، بتحس ان انت مظلوم شويه مع المنتخب، مش واخد حقك يعني؟ مش عارف الفتره الاخيره بالذات السنه اللي فاتت، ولا انت اللي مقصر؟ لا انا مش هقول لك، انا يعني بعمل كل حاجه 100%. ماشي ممكن اقصر شويه في الملعب، بس السنه اللي فاتت دي بالذات انا شايف الحمد لله ان انا ركزت فيها وكنت كويس فيها مع الفرقه، وعلى الهافات اللي كانت موجوده في الارقام اللي انا جبتها في ناس في الاهلي والزمالك ما جابوهاش وبيروحوا المنتخب. فانا نفسي فعلا امثل يعني، انا مثلت منتخب بلدي قبل كده في الاولمبيات وفي بطوله افريقيا وفي يعني الحمد لله الاعمار كلها شاركت فيها والمنتخب الاول كمان. فهي في الاخر يعني رؤيه الكابتن حسام يعني، ربنا يكرمه ان شاء الله، هو واللعيبه برده اللي موجوده كلها لعيبه كبيره يعني، وبرده اللي في مكاني ناس يعني محمد صلاح ومصطفى ولاعيبه كبيره يعني طبعا جايين يعني اللي جاي في الجيل ده كله اصله جاي في وقت محمد صلاح، فيعني هو في الاخر هي نصيب يعني بصراحه. صح صح. عارف ازاي مثلا كده ايه اللي كان يبقى فرود وقت مثلا حسام حسن، كابتن حسام لما كان فرود مصر مقفوله ضربه ومفتاح هتروح فين؟ استحاله. لا ان شاء الله ربنا يكرم كده، وان شاء الله باذن الله الواحد يعني يبقى موجود مع المنتخب ان شاء الله. بتشوف ان الموضوع الواقع بتاعت اولمبياد طوكيو دي عبد الرحمن ادت للناس انطباع عنك ومش عايز يروح؟ بص انا ان عبد الرحمن مشاغب وان عبد الرحمن بتاع مشاكل، انا والله يعني الموضوع ده اتكلمت فيه كذا مره قبل كده ومش حابب اتكلم فيه يعني تاني، مش هنتكلم فيه بس بس يعني انا بقول عشان كابتن ابراهيم يعني فعلا يمكن الفكره دي اتاخدت شويه، بس الحمد لله اللي معاشرني كويس وعارفني كويس الحمد لله، انا ما فيش اي حاجه، انا الحمد لله ماشي كده يعني ومركز في الكره بس، وربنا يعني يكرمني ان شاء الله السنه دي ان شاء الله يا رب. طموحاتك ايه مع بيراميدز بقى؟ طموحاتي بقى طبعا ان شاء الله ان احنا ننافس على كل حاجه السنه دي ان شاء الله. عندنا بطوله الدوري وعندنا السوبر مع الاهلي وعندنا افريقيا، وان شاء الله باذن الله ناخد حاجه كبيره كده اكبر من الكاس يعني ان شاء الله. شايف ان التيم قادر والامكانيات اللي موجوده سواء ماديه فنيه تقدر تخلي بيراميدز يقدر يكسب طبعا يعني الموسم اللي جاي ده بطوله من البطولات الكبيره؟ طبعا هو النادي اصلا يعني من اول سنه هو نادي كبير يعني اللعيبه حتى اللي موجوده الكواليتي بتاعها ماديا كمان النادي مستريح جدا، كل حاجه الناس هناك ما هي انهالك ان انت تلعب كوره بس. ايوه. فلو هيبقى في تاثير هيبقى في تاثير من اللعيب مش من حد تاني. فلا انا شايف النادي بصراحه يعني طموحه كبير جدا ومهيئ لنا كل حاجه هناك ان انت تلعب كوره بس، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى قد الثقه اللي عندهم دي ونعمل حاجه يعني ان شاء الله. انت فعلا عبد الرحمن كنت قريب ان انت تكون موجود مع منتخب مصر في امم افريقيا 2019؟ كنت قريب ويعني كذا حد كلمني من المنتخب وقالوا لي ان انت تبقى موجود وكده، وفجاه لقيت اسمي مش موجود. ايه اللي حصل؟ ما سالتش يعني؟ ده ما اثرش فضولك ان انت تسال تعرف ايه السبب؟ والله انا على طول يا كابتن ابراهيم باخدها اللي هي في الاول والاخر ده نصيب، بس انت بتبقى نفسك تبقى موجود مع اللعيبه دي بالذات لو انت ماشي كويس يعني لو انت ماشي كويس وبتجيب اجوان مثلا مع الفرقه بس. فحسيتها ساعتها دي كانت الفتره اللي هي بتاعت اجيري، كانت بتاعت اجيري صح، وانا رحت كمان معاه كذا معسكر يعني رحت معاه معسكرين وكده، وفجاه لقيتني المعسكر اللي هو بتاع بطوله افريقيا ده مش موجود. فحسيتها ساعتها اللي هي مش هقول لك ماشي اهلي وزمالك بس حسيتها اللي هو بره الاهلي والزمالك وضعه هيبقى صعب شويه بالذات الفتره اللي هي بتاعه بطوله افريقيا عشان كان فيه كمان محترفين وكده. فالحاجات دي يعني طبعا بتزعلني وببقى نفسي ابقى موجود مع منتخب، بس هو في الاول والاخر نصيب يعني، ما هعمل ايه. ان شاء الله ربنا يكرمك وفي اللي جاي تكون موجود وتكسر الدنيا ان شاء الله يا كابتن. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. واحد من اهم البطولات اللي بتقام على ارض مصر هي بطوله كاس العالم لكره اليد المتحده للرياضه، هتدلعكم الفتره اللي جايه كم حقوق وكم بطولات هتقام على ارض مصر في كل الرياضات مش كره قدم بس. بطوله مهمه جدا فيها كبار اللعبه على مستوى العالم، برشلونه وفيز بريم وماجدبورج وطبعا الاهلي والزمالك،
بطولة نارية هتقام من 27/9 ل 3 أكتوبر. شركة تذكرتي فتحت باب الحجز لكل اللي عايزين يكونوا موجودين ويحضروا هذه البطولة. اللقاءات في منتهى الجمال، وكرة اليد تحديدا في مصر الفترة اللي فاتت دي بقى ليها شعبية خرافية من الجمال اللي احنا بنشوفه من الأهلي والزمالك وبنشوفه من منتخب مصر. فاستنوا بطولة قوية جدا 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 ما بين كبار كرة اليد على مستوى العالم. عبد الرحمن خليني أروح معاك لماتش الأهلي والزمالك اللي جاي. انت قابلت الأهلي وقابلت الزمالك، هل الزمالك مع جوميز اختلف؟ طبعا هو الراجل اللي موجود، انا ليا لعيبه يعني قريبه في الزمالك بكلمهم كده، الراجل بيحب يطلع بالكره من تحت وبيحب يلعب كوره يعني. فانا شايف ان هم كويسين مع الراجل ده يعني، وكورتهم مختلفه، فربنا يكرم ان شاء الله يبقى ماتش كده كويس والناس كلها تستمتع بيه يعني ان شاء الله. مع الراي اللي بيقول ان الاهلي افضل من الزمالك بكتير وان الماتش محسوم للاهلي؟ لا، هو النادي اصلا الماتشات دي هي اصل هو ماتش 90 دقيقه، فهو لا ما فيش حاجه محسومه طبعا. الاهلي زي الزمالك والزمالك زي الاهلي في الماتشات دي، ما حدش عارف مين اللي هيكسب مين، ما حدش عارفها. لا، الراي ده البعض بنيه على فكره ان الاهلي الفتره اللي فاتت ممكن يكون مستقر اكتر، اداؤه اكثر استقرارا اكثر تميزا، ولا اللقاءات دي ملهاش؟ لا، هي ممكن اللي انت بتقوله ده ان هي بتحسب برضو الاهلي خد دوري وخد بطوله افريقيا، دي طبعا بتبقى في استقرار اكتر وكده. بس الماتشات دي بالنسبه لي ما فيهاش، الاحسن 90 دقيقه وفي الماتش ده اللي مركز اكتر في الكره الثانيه، في الحاجات اللي على الجون، في اللي هيدافع احسن هو اللي هيكسب الماتش ده. ايه اللي بيميز الاهلي وايه اللي بيميز الزمالك؟ والله ماتش الاهلي ده يعني انا لعبت الاهلي مع الكابتن اهاب الله يرحمه السنه اللي فاتت، ضيعنا كميه فرص بالذات الدور الاول اللي خسرنا فيه 3-1. ايوه، ضيعنا كميه فرص يعني، احنا الماتش ده متهيألي مضيعين بتاع 8 9 تجوان. كان في بدلك بطريقه غير طبيعيه. الماتش الزمالك بقى اما لعبناهم هم جابوا جونين اخر 10 دقائق او كده، بس طبعا الفريقين كبار بالنسبه لي يعني، وهم اكبر فريقين في مصر، فلا ما فيش حاجه بتميز بالنسبه لي، الفريقين زي بعض يعني. كلمت فتوح؟ طبعا بعت له فتوح اكتر من اخويا، وربنا يا رب يعني يطلعهم اللي هو فيه ده على خير ان شاء الله، والمشكله تتحل يعني ويرجع يلعب تاني ان شاء الله ويكسر الدنيا. فتوح من الشخصيات النظيفه جدا وراجل جدا، وربنا يكرمه ان شاء الله. حسيت في كلامك مع ان الموقف ده يعني نقطه تحول في حياته؟ طبعا هو فتوح على فكره من النوع اللي بيسمع يعني، لما تقعد وتتكلم معاه وكده هو يعني بيسمع وكده، فربنا يكرمه. احنا كلنا بنغلط وكلنا، بس اللي ما بيغلطش وبيتعلم بعد كده هو ده اللي لازم يراجع نفسه يعني. فهو ان شاء الله ربنا يكرمه ويهديه يعني الفتره الجايه، وربنا يكرمه في مستقبله ان شاء الله. بتشوف ان كولر ممكن يعني يفاجئ الجمهور ويفاجئ الناس بعمر الساعي في ماتش القمه ولا صعب؟ ممكن والله يعني، عمر لعيب كبير بالنسبه لي ولعيب مهم جدا، وان شاء الله يفيد يعني يفيدهم يعني. انا على المستوى الشخصي بحب عمر جدا، وعمر من اول يوم طلع معانا فيه انا اكتر حد يعني كنت مسانده من سنتين كمان مش من دلوقتي، فربنا يكرمه ان شاء الله. بس انا مش عارف هو معاهم اصلا ولا لا يعني، عشان سمعت من حد كده ان هو مش معاهم. ايوه، مش عارف ما هو معاهم في الماتش. بتشوف ايه اللي بيميز عمر عبد الرحمن؟ عمر بالنسبه لي ان هو جريء، ما عنده شخصيه، ما بيستخباش في الملعب، بيبقى على طول عايز الكوره، عايز يستلم يعني، تقدر تعتمد عليه، لعيب كبير في الملعب. أيوة، هو سنه صغير بس هو لعيب كبير يعني، على طول بيديك حلول بالذات لو هو فايق كمان. ايوه، فعمر بالنسبه لي لعيب مختلف يعني، لعيب جامد. انا بسمع ان اكرم توفيق كان بيضربك على طول. لا، اكرم عسل والله، شخصيه نظيفه جدا وحبيبي يعني، اكرم توفيق حبيبي. ايه رايك في ايه الفتره اللي فاتت في مستواه الفتره اللي فاتت؟ لا، اكرم لعيب كبير يعني. بالنسبه لي من اللعيبه القليلين برضه في مصر، وملتزم جدا ومركز في الكوره ووحش ما شاء الله. طبعا في الملعب ما شاء الله يعني. اكرم كان بيقول لنا في بطوله افريقيا هاجموا ما ترجعوش تدافعوا. ايوه، انتوا هاجموا مالكوش دعوه بينا، والله كان بيقول لي كده انا ورمضان واحمد ياسر فلا اكرم ما شاء الله عليه يعني، ربنا يحفظه. عايز ارجع نقطه لحته الاسماعيلي عشان توضحها للجمهور، لان دي انت انتقدت فيها كتير لما قعدت في اخر كام لقاء والناس قالت لك ده عبد الرحمن خاين وعبد الرحمن ساب الفرقه وده احنا هنهبط وانت بتدور على مصلحتك وخايف على رجليك وبتاع، فوضح لنا القصه دي برضو بلا اي لغط عبد الرحمن. لا، هو بص يا هيما، هو كان موضوع الدوري خلص يعني، كان الدوري انا لعبت مع النادي لاخر ماتش في الدوري. كان الماتشات دي كانت ماتشات الكاس. سوري، انا اسف، ماتش الكاس صعدنا وكان ماتش متهيألي زد او بعد زد كمان.
لا هو ماتش زد كان اخر حاجه، ماتش زد زد اللي هو اخر ماتش ده. بس هي دي انا قلتها لك من شويه، اللي هو احنا كنا متفقين انا والله يرحمه كابتن ايهاب، وكان حتى الباشمهندس نصر قاعد قال له يعني انا مش بفكر ما لعبوش عشان لو لا قدر الله حصل حاجه او كده، عشان انا مشيت يعني. بس فكان اتفقنا كده، وهو ما كانش بيطلع يعني يعلن ده او يقول ده، كان على طول بيسكت يعني. حتى الناس حتى بعد ما مشيت، انت خاين انت طب انا خاين ليه يا جماعه؟ انا انا ماشي برقم كبير يعني، مش ماشي مثلا. انا النادي الاسماعيلي طبعا هو اللي عمل اسمي وعمل كل حاجه قبل اي حاجه. انا بقول عبد الرحمن مجدي اللي عمل اسمه النادي الاسماعيلي، واللي ليه خير عليا بعد ربنا النادي الاسماعيلي. بس برضو النادي الاسماعيلي اشتراني بمليون ونص، انا جايب مليون ونص، جايب للنادي فوق ال 50 مليون جنيه، مدخل للنادي 50 مليون جنيه. فانا مش شايف ان انا وسايب وانا ماشي 3 مليون جنيه من فلوسي. انا سايب 3 مليون جنيه ما اتكلمتش فيهم حتى يعني. هم حتى كانوا هيكلموني يقول لي خد جزء وسيب جزء، قلت لهم انا متنزل عن الفلوس كلها للنادي. وانا كنت متفق مع كابتن ايهاب الله يرحمه ان انا مش هاخد جنيه وانا ماشي الله يرحمه. بس فانا مش شايف ان انا خنت النادي في حاجه، او على قد ما اقدر الحمد لله السنه اللي فاتت على قد ما اقدر ساعدت مع زمايلي يعني. هل بتشوف ان يعني في نقطه الدكتور لسه بتتكلم فيها من شويه عبد الرحمن، ان اللي بيلعب في الاهلي والزمالك بيبقى ليه مكانه مختلفه، هل بتشوف ان الاشاده دايما بتبقى مثلا زيزو، امام عاشور، حسين الشحات، دي بتظلم لعيبه تانية انت منهم؟ طبعا يعني هي بتظلم، بس في الاول والاخر هو بتتحسب ان الاهلي والزمالك اكتر ناديين في مصر ليهم جماهير، واكتر ناديين السبوت على طول عليهم. فيمكن هي دي اللي بس برضو انا شايف يعني النادي الاسماعيلي نادي كبير، بس هو بيمر بفترات صعبه بتخلي شويه اللعيبه مثلا مش اولويات ان هي تروح منتخب، مش اولويات ان هي تبص عليها. بس ده مش معناه ان هي يعني حاجه تعيب اللعيب او كده، لا ده هو اللعيبه التانية طبعا كلها لعيبه كبيره يعني ربنا يكرمهم. بس فدي ما بتزعلش يعني، ما بتزعلنيش خالص يعني. مين اكتر لعيب او مين احسن لعيب في وجهه نظرك في مصر؟ والله في لعيبه كتير، السؤال ده انا عشان كلهم حبايبي ما بحبش اقوله. والله في لعيبه كتير، لعيبه جامده كتير والله، مش يعني مش عايز اقول عشان ما حدش يزعل مني. بس طب قولي ثلاثة. يعني أنا بحب لعب رمضان جدا، رمضان صبحي. رمضان لعيب كبير بالنسبة لي وبحب لعبه جدا. بالنسبة لي برضو زيزو لعيب كبير جدا طبعا، وبرضو اللعيبة التانية لعيبة كبيرة بس يعني الناس دي مميزة شوية. أيوه مصطفى برضو بالنسبة لي بحب لعبه جدا. أنا قلت لك هقول لك كتير قوي يعني. خلاص لا كفاية كده. طيب احنا النهارده كان عندنا مسابقة لما كان منورنا أو لما أعلنا عن إن كابتن عبد الرحمن مجدي منورنا، بس كنا عاملين السؤال مبهم عشان الناس تتوقع مين ضيف النهارده. فناس كتيرة عرفت وناس كتيرة جاوبت، بس كابتن عبد الرحمن هو اللي هيختار دلوقتي الفائز اللي هيقدم له التيشيرت اللي قدامنا دي، اللي هي التيشيرت بتاعت بيراميدز منضية من عبد الرحمن مجدي. بص بقى أنت، هنعرض لك، هنمشي كده وأنت بقى اختار حد من ال... والله أنا أخويا كان عايز تيشيرت، يا رب يكون عندك. لا أنت اختار. لا أخوك أنت تجيب له واحدة بقى. مش هيبص له في التيشيرت بتاعت هو باصص لي بكل حاجة. هتلاقي الناس بعت لك بتقول لك يا عم ما أخوك أنت هتجيب له بعد كده. طيب ننزل بقى أهو. بص أنا اختار عبد الرحمن ده عشان اسمه على اسمي. ماشي عبد الرحمن. ايه انا مش شايف من بيه عبد الرحمن. ايه يا جماعه اسم كبير. الشربيني عبد الرحمن الشربيني. الف مبروك يا عبد. يلا يا بود اي خدمه. يلا يا بود اهي التيشيرت جاهزه وموجوده، هنبعت لك على الاكونت بتاعك على اكس عشان تبعت لي رقم تليفونك، وكابتن عبد الرحمن هيبعت لك عليها دلوقتي والله ما حدش وتيجي يعني وتيجي تستلمها من عندنا هنا وتنور الدنيا كلها، وان شاء الله تبقى التيشيرت دي وشها حلو عليك عبد الرحمن. ممكن تحترف انت كمان الفتره اللي جايه يا عبد الرحمن ولا حاجه. والله ده امنيه حياتي ان شاء الله، بس من خلال النادي اللي انا فيه طبعا. طب قول لي، بص احنا سؤالنا بقى عبد الرحمن دلوقتي اللي هنعرضه بعد ما انت تخلص امضي على التيشيرت، مين هيسجل اول هدف في ماتش القمه اللي جاي، الاهلي والزمالك ماتش السوبر، انت توقعاتك مين عشان يمكن نكسبك انت كمان ولا حاجه؟ توقعات الزمالك على طول. الزمالك بيسجل في السوبر الاول. لا قول لنا اللعيب. اللعيب ممكن زيزو. عبد الرحمن مجدي توقع ان زيزو هيكون هو اول مسجل للاهداف في ماتش الاهلي والزمالك السوبر الافريقي يوم الجمعه اللي جايه على استاد المملكه ارينا الساعه 9 بالمملكه العربيه السعوديه. ده سؤالنا لحضراتكم، معاكم النهارده وبكره ولغايه صافره انطلاق المباراه الساعه 9 يوم الجمعه، ابعتوا لنا. وعندنا
جايزه حتى الان، وهي انه اللي هيكسب هنشوف هو بيشجع مين، وهنجيب له تيشرت ممضيه من اللعيب اللي هو بيحبه سواء في الاهلي او الزمالك. وخلال اليومين دول بنجهز لمفاجاه تانية هيتم الاعلان عنها في وقتها باذن الله، ولكن حتى الان هي دي الجايزه اللي موجوده معانا. فبعتوا لنا كل اجاباتكم على مدار اليومين، قال لي بقى من يومين احنا خلاص الساعه 1 اهو، يعني دخلنا في الخميس لغايه بدايه الماتش، وهنعلن عن الفائز ان شاء الله بعد الماتش مباشره في حلقه ملعب قونا. هنبقى عندنا حلقه دسمه جدا جدا هنتكلم فيها بكل التفاصيل الممكنه، هنفصص ماتش القمه بين الاهلي والزمالك في نهائي السوبر الافريقي. عايزك الناس. بقى ايه مدلع الناس ما شاء الله. ربنا لا ده عشان انت موجود حبيبي والله، انت بخير على قدوم الوردين حبيبي. قبل ما نختم انا عايزك بقى تقول لي القصه بتاعت محمد صلاح، عشان دي مكيفاني قوي على جزئيه العقليه. اه طبعا هو مدردش انا وعبد الرحمن، فبقول له المينتاليتي وان انت لسه قدامك كتير، وعبد الرحمن فعلا انا بحبه واحد من اللعيبه الجامده جدا. فجت سيره صلاح فهو حكى لي قصه جميله عن محمد لا صلاح. لا هو ما شاء الله يعني انا مش هشوف حد يعني ما شاء الله بالمينتاليتي بتاعه هو على طول. يعني اما كنت في المنتخب ما شاء الله اكله مركز فيه جدا. التمرين بتاعه بيبقى قبلنا بساعه او بساعه ونص في الجيم. النوم بتاعه يعني ممكن يطردنا بره واحنا موجودين الساعه 12 بيقفل يعني. فلا هو واحد من اهم اللعيبه في العالم يعني، والواحد ليه الشرف طبعا ان هو لعب مع صلاح يعني. ربنا يكرمك يا عبد، وبعد نهايه الموسم نقعد القعده دي ونعمل انترفيو تاني، تكون انت مكسر الدنيا ان شاء الله يا كابتن، وانت قادر على ده وعندك كل الامكانيات اللي تخليك موجود كواحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، وتبقى ان شاء الله مش بقى ضيف دائم، تبقى عنصر اساسي في منتخب مصر باذن الله. حبيبي والله انا اتشرفت بحضرتك كابتن، ومبسوط ان انا كنت معاك النهارده. ربنا يعزك ويحفظك، نورت الدنيا. حبيبي يا كابتن ابراهيم، كل الشكر ليك منك يا حبيبي. ربنا يعزك ويحفظك، والشكر موصول لحضراتكم على المتابعه. نشوفكم بكره باذن الله على الف خير.